توصل بدك تصور تتفاجأ تنصدم بصيبك الإحباط يمكن من المناظر اللي بتشوفها حواليك. أنا مثلا بوصل على رمل بيضة لهون بدي صور بلاقي في مجرور كتير كبير، ريحة ما فيك توقف، البحر إيفن لونه أنا بأوقات بضطر عدل بألوان لحتى ما يطلع لون البحر أخضر من المجرور. يمكن رمل البيضة هيدا الشارع اللي كتير حلو الأفينيو، جيت مرة صورته هولي الشجرات بيكونوا كلهم أخضر، هيدا الأفينيو بيكون كله نظيف وكله أخضر، طلع كله يابس وميت عن جد، ليترلي ميت يعني. أنا ربيع زهري، أنا ماني مصور، ما بدي أنا مصور محترف، أنا هاوي، أنا بحب التصوير، وثلاث سنين صار عندي مثل تشويس نقي بين درون وبين الكاميرا العادي، فأخذت الدرون إنه كان شيء جديد بعد ما كتير كان ظاهر خاصة بلبنان، وتعلمت مني لحالي، صرت صور شوي 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 شوي، صارت صوري العالم تحبها. سو بطبيعة هيدا الشغل أنا تقريبا زرت كل لبنان، وفي أوقات أطلع أحصل على صور كتير حلوة وتوفق فيها، وفي أوقات أطلع أنصدم للصراحة، يعني ننصدم بالتشوهات البقيلة عم اللي صايرة، وتشوهات هي تشوهات للنظر يعني للعين اللي هي كتير مأزية، بتوصل على المحل ما فيك تصور من يعني المشهد البشع يلي أنت ما حاطه براسك ما بدك تصوره، بتحمل حالك وبترجع وما بتصور، وعن جد بصير في عنا نوع من الكآبة. هيدي أنا ما بظهرها للعالم، أنا العالم بتشوف صوري يمكن تنبسط فيهم ترتاح لإلهم، عم نظهر صورة لبنان الحلوة، بس أنا شخصياً هيدا أول مرة بيحكيها يمكن، عن جد عم نعيش كآبة، وخاصة بآخر سنوات يعني الموضوع كتير زاد يعني عن حده، وتفاقمت الأمور، ما في متابعة، ما في دراية، ما في مينتننس، ما في اهتمام، حتى ما في وعي لازم عند العالم، هي العالم الأساس، ما في وعي للأسف يعني. سو أنا أوقات بضطر نستعمل حيل يمكن لحتى نخبي هيدا الشيء أو نخفي هيدا الشيء، بس هيدا الشيء عم بترك كتير شيء بشع جوا بقلبي، إنه أنا عم بفرجي الصورة الحلوة للعالم وللناس واللي هي عم تنبسط، في ناس متابعينا من برا وبينبسطوا كتير بلبنان بس يشوفوا صور لبنان، بس الصورة الحقيقية اللي أنا عم بشوفها ما حدا عم بشوفها، عم خليها لألي أنا. أنا النهر الليطاني كتير بيعني لي، أنا كل سنة بصور النهر الليطاني، بروح على جنوب في منطقة معينة أنا بصورها، وللأسف كل مرة بعمل زيارة بفصل الربيع لنهر الليطاني بشوف زيادة بالنفايات، زيادة بالتلوث، قطع الأشجار، يعني أنا عم بشوف كل سنة أشجار على ضفاف النهر عم تتقطع، شيء يعني شيء كتير محزن ومؤسف للصراحة. منطقة العيشية جنوب لبنان، غابات السنوبر عم تنفقد، كرامة الكسارات والمرامل بقى الغربي سهل عميق، هو هيدا خيرات لبنان بسهل عميق، على كل فصل بطلع بصور، للأسف بكل فصل منلاقي زياد بمستوى التلوث بالنفايات بالمحارق يلي عم بتحيط السهول الزراعية، أقنية الري يلي منشوفها ويلي ما فينا نصورها لأنه منظر مخزي يعني وعيب، عن جد عيب يتصور. موضوع درون مختلف عن الكاميرا العادية، موضوع درون قبل ما تطيرها بدك تشيك البطارية، بدك تعمل في سيتنجز بدك تعملها مانيوال سيتنجز حسب الطقس حسب الشمس حسب الفيو بدك تصوره، وأحيانا من حيث لا تدري يمكن البطارية يصير فيها عطل، درون يصير فيها عطل أنت عم بتصور هي بعيدة عنك، يمكن فوق البحر، يمكن فوق شيء سهل، فوق شيء جبل، وتنفقد الدرون، الدرون كتير صغيرة، فعلى طول في ريسك أنت عم بتطير درون أنت خايفين من جوا إنه تفقدها. في كمان اشياء خاصه بلبنان من وجهها امنيا يعني بتكون عم بتصور ومبسوط وكذا، وفجاه يعني بيطلع هالمحل ممنوع تصور فيه، بس مع الوقت بيصير واحد لحاله يتعلم. والحلو انه نحن مثلا جماعه الدرون او كل الاشخاص اللي معهم درون بنصير نسال بعض، بنصير نعلم بعض. عمدة 3 سنين تصوير، أكيد صار في عندي أرشيف ضخم لكل لبنان من الشمال للجنوب، وهول الصور يلي أنا بفتخر فيهم ومبسوط فيهم، هول الصور أنا منهم ملكي، هول الصور لكل العالم، يوم من الأيام
رح ينعمل معرض بالأرشيف اللي عندي لكل لبنان. لبنان يعني كلنا بنطمح له وبدنا إياه وبنحلم فيه لإلنا ولأولادنا وللأجيال القادمة.